شفتي يا ماما ميمي؟ شفتي اللي بيحصل لنا؟ أنا نيلي مكاوي أمشي مش معايا في شنطتي غير 27 جنيه ونص؟ وكمان مفيش حتة بيت فيها؟ تعالي يا ماما ميمي ناكل في الريستورانت. هناكل إزاي؟ إحنا ما معناش فلوس. أنا ما معيش فلوس آكل. طب هنروح فين دلوقتي؟ أنا هكلم أصحابي أشوف حد مبات عنده. ألو، هاي نادين، إزيك؟ نادين بصي أنا كان عندي مشكلة وكنت عايزة أقعد عندك أسبوع أو اتنين. مش هينفع ليه؟ بتغيري الحمامات؟ لا طبعاً أكيد مش هقعد في حتة من غير حمام يعني. أوكي، ثانك يو نادين. هاي تارا، هاي يارا، هاي سارة، هاي كلارا. غرف 60 ده هي حيوانة. شفتي الكلاب يا ماما ميمي؟ شفتي بيعملوا فيا أنا إيه؟ طب أنا أعمل إيه دلوقتي؟ أنا عطشانة وجعانة. ماما ميمي، أنت شربتي كوبايتي؟ أنت مش سامعاني بقول إن أنا عطشانة وجعانة؟ ها؟ ما تعمليليش فيس الغلبانة ده. حرام عليكي يعني بجد. أنا كنت نفسي أشرب قوي. يعني لو سمحت ممكن تجيب لنا اتنين ماكن درينك تاني؟ خليهم تلاتة. بقول لك إيه؟ خليهم خمسة وهظبطك. خالتي هو ده اللي نيجي في نص الليل عشان ما يتسيح لناش ده المنطقة كلها في الشارع. وانا ايش قدراني ان النهاردة في فرح؟ كنت مغسلة وضمنا جاتنا وبعدين ازاي ما يعزموناش؟ ده ايه الوتوب ده؟ يعزمونا ده ايه يا خالتي؟ ده انت لعنتي سلسفين اللي جابوهم قبل ما نمشي. وهو انا كنت اعرف ان انا هرجع المخروبة دي تاني قطعت. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ دول هيزفونا. ولا هيزفونا ولا حاجه. احنا نتسبسب سبسبه كده من غير ما حد ياخد باله ونمشي يمين كده نخش في الحاره الضيقه نروح داخلين على البيت من الشمال من غير ما حد ياخد باله ولا من شاف ولا من دي. يلا بس يلا بينا كده. وقف المزيكا وهد اللعب. ريح الشبح ريح ريح الكل يستريح. تحية سبيشال للناس اللي داخلة علينا. الناس اللي دخلتهم نورت الحارة تما. حبيبة قلبي خالتي وخالتي الحارة صباح وعروستي شوشو بحبك يا شرهان حب على مر الزمان. فضحنا ابن المتخلفة. اوف سيب لنا بقى التحية دي. تحية مني للست صباح المحترمة اللي لسانها بينقص سكر والبنت اختها شريهان بنت الحسب والنسب. الناس اللي لما بتقدر ما بتعفيش. وسبحان الله يؤمن ولا يؤمن. هم رجعوا لنا تاني زي القرش الماسح وقال ايه؟ داخلين يسحبوا زي الحرامية. يا ام فاتن لا ما يصحش كده. مبروك يا ام فاتن. مبروك يا حبيبتي. عقبال البكاري. ده انا اول ما سمعت قلت لا ده انا لازم اجي ابارك وهني. مبروك يا حبيبتي الف مبروك. جرى ايه يا خالتي؟ انت هتسكتي لهم ولا ايه؟ ما هو لساني مش قادر يتكلم بعد اللي عملته. بس اصبري عليا كلها يومين ثلاثه اتمكن منهم وبعدين ارجع اضربهم بالجزمه زي زمان. لا يا حبيبتي انت لا جايه لا تهني ولا تباركي. انت جايه بعد جوزك الحرامي ما اتحبس وما شاء الله وش كان وش السعد.
اه يا بنت الكلب. سيبيني انا الطلعه دي يا خالتي. هتعملي ايه يا شريان؟ هنقط العروسه. ما بلاش. الف 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 مبروك يا ام فاتن. انا جايه ابارك واهني للست ام فاتن جارتنا وحبيبتنا اللي ما بيطلعش من بقها الغلط، حتى لما كانت خالتي صباح بتمسح بيها بلاط الشارع ما كانتش بتقول بم. وجايه ابارك واهني لاختي وحبيبتي فاتن. الف مبروك يا عروسه، اخيرا اتجوزتي مجدي. ايه ده؟ ده مش مجدي، ده مين ده يا بت؟ ده حسن ولا علي ولا عبد الله ولا شعبان؟ ده شكله جديد يا بت. هو ده اللي هيحاسب على المشاريب. طب ليلتكوا زي الفل، والف الف مبروك للعروسين. مين مجدي ده يا بت؟ ده اخويا في الرضاعه. انت جايب وزير ليلتي واللي رصتهم دول كمان اخواتك في الرضاعه؟ ليه ان شاء الله؟ متجوز بنت تعمى ملك؟ بتخونيني يا فجره. ايه ده ايه ده؟ انت بتضرب اخت خناجر؟ ليلتك سودا. الحمد لله على كل حاجه، كل اللي يجيبه ربنا كويس، بس برضو يا شريان انا صعبان عليا نفسي. فين يا حبيبتي ايام العز اللي احنا كنا عايشين فيها؟ تلحقتي يا خالتي، ده هما 3 ايام برضو يا شريان. استمتعنا، ده كفايه يا اختي البسين. ايه ده؟ مين الغلس اللي جاي يخبط علينا في وقت متاخر كده؟ يكونش البوليس يا خالتي بعد الخناقه اللي عملناها في الفرح؟ يا بنت تفي من بقك، البوليس جه من زمان ولما كل اللي في الفرح نفر نفر. طب تفتكري مين بقى اللي هيبقى جاي لنا دلوقتي؟ تفتكري بقى نقعد نتسهر انا وانتي ونتوشوش كده ونتونس؟ ما تقومي يا بنت تفزي تفتحي الباب. ماشي. هاي ازيكم عاملين ايه؟ هاي صباح ازيك، وحشتيني قوي. ده انا؟ ايوه انا قعدت كتير قوي عشان اوصل لكم هنا، بس الحمد لله لقيت العنوان على جوجل مابس. وانتي ايه اللي جابك يا سنيورة؟ مش قلتي مش عايزة تشوفي وشنا؟ انا مش جاي اشوف وشك انتي، انا جاي اشوف وش صباح. ها مش ده بيتك ولا بيتها؟ لا يا حبيبتي، ده بيتي انا وخالتي قاعدة معايا عشان ما تسيبنيش لوحدي. ماشي؟ ما تختشي بقى يا بنت يا شريهات، اسكتي خالص. ومال يا حبيبتي بيتك ومطرحك؟ اهلا وسهلا، نورتي. ده بيتكم مش كده؟ جميل. ودي السفرة؟ دي السفرة ودي قط القعاد. يعني ايه قط القعاد؟ الليفنج. اوكي الليفنج اخرها كي. بقولك ايه، انت هتتريقي عليا بقى وتتريقي على بيتنا؟ خلاص ما تروحي تعيشي عند اصحابك اللي عندهم التوبلكس كمان. توبلكس؟ انا اصحابي كلهم مسافرين وسايبين التوبلكسات بتاعتهم لوحدها عشان احنا في لونج ويكند وكده، فانا قلت يعني اجي اقعد عندكم يوم ولا يومين. طبعا يا حبيبتي، اهلا وسهلا، تنوري، اعتبريه زي بيتك بالظبط. ميرسي، ثانك يو. ادخلوا ادخلوا. مين دول اللي يدخلوا؟ ايه ده؟ هو في ايه؟ ايه ده كله؟ انا عايزه اقولك ان انا سايبه قد دول مرتين عند واحده صاحبتي، بس جايبه معايا بس الحاجات المهمه. احط الشنط فين؟ دخلها يا ابني جوه هنا في اوضه شريهان. شريهان ايه يا خالتي؟ استنى يا عم انت. شريهان ايه يا خالتي؟ ما تحطيها في اوضتك انت ما دام انت بتضيفيها قوي كده. انا مالي يا بنت؟ ما تكسفينيش، ما انت عارفه ان انا بشخر وانا نايمه، وبعدين البت كيوته ومش هتستحمل. طب وايه يعني؟ ما انا بشخر وانا نايمه وانا صاحيه على فكره، وهزعج الكيوته. عشان كده يا حلوه انت هتنامي على الكنبه، اصل مش معقوله حنيم الحلوه بنت الاصول دي على الكنبه. اختشي بقى يا شريهان. انتوا مش سامعين هي بتقول ايه؟ دخلوا الشنط في اوضه شريهان، الاوضه اللي شاورت لكم عليها دي. انا مش عارفه ليه حاسه ان انا ناسيه حاجه. كل ده يا اختي وناسيه حاجه؟
لا مش شنط، انا ناسي حاجه تانيه. انتوا هتاخدوا الست دي ولا اتصرف فيها بمعرفتي؟ شفتي كنت هنسى ماما ميمي. ابلة ميمي اهلا وسهلا، نورتي يا ابلة ميمي. دخلها في اوضه شريهان. ماما ميمي ماما ميمي ماما ميمي، ممكن تتنزحي شوية كده بس عشان أعرف أنام؟ ماما ميمي عندك سبيس، ممكن تروحي هناك. Thank you.